أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما فإنه يعلم السر وأخفى. صدق الله العظيم. الرحمن على العرش استوى له إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك قديث موسى
إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى فلما فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فاستمع لما يوحى
سامع وعلى اخترتك فاستمع لما يوحى. لعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. استمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. وأقم الصلاة صدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فألقاها فإذا هي حية تسعى
قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون هارون أخي اشدد به أزري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. هارون أخي اشدد به أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا. سبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كريم سبحك كثيرا. كريم سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. إنك كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد سؤلك يا موسى. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. لقد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت وقلت وقولك الحق، انك على كل شيء قدير. هكذا الاخوة الايمان والاسلام، استمعتم الى الضياء والنور، الفرقان بين الحق والباطل، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا اليه اجر. ايات الله المباركات تلاها على مسام حضراتكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ حماد محمد الشامي، القارئ بالتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية، والمقيم والمعروف بمركز ومدينة قوم حمادة. أما الصوت والضوء وكسور الضيافة المتنقلة
في أنحاء جمهورية مصر العربية، اطلبوا محلات ومخازن الحج عماد رشوان وأولاده المقيم بكفر سلمون، وكل من تقدم بالعزاء فكان سعيه مشكور وذنبه مغفور.